راديو الأهرام. هو الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. لا، الأسبوع 7 إشاعات. 7 إشاعات مع أحمد خير. إشاعات. درجة شايف وعديم الضمير بيستقبلوا شهر رمضان الكريم بنوع آخر من الاحتفالات، وهي إشاعة الأخبار الكاذبة والأنباء المضروبة حوالين أسعار السلع الغذائية. هذا الأسبوع امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بكم كبير من الأخبار المتنوعة ولكنها كاذبة، تتعلق به اللحوم، تتعلق به السلع الغذائية، تتعلق به السلع التموين، وده اللي هنعرفه خلال هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم 7 إشاعات على راديو الأهرام. أسرع سلعة ممكن يتلاعبوا في أسعارها وممكن يجنوا من وراها مكاسب كتيرة كانت الدواجن. هذا الأسبوع أطلقوا شائعات بتقول إن في 12,000 دجاجة تم موتها. ما وقفوش عند كده، لا، بدأوا ينشروا صور فعلا لدواجن تعرضت للموت. لم يكتفوا عند ذلك، قالوا للناس خلي بالكوا، ده بيتم بيع الدواجن ديت على أساس إنها دواجن مجمدة. طبعا أخبار زي ديت بترعب بتخوف. طب يا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأخبار دي صحيحة؟ هل في 12,000 دجاجة تم موتها؟ نفت تلك الأنباء بشكل قاطع وقالت إنه لا صحة على الإطلاق للصور المتداولة بشأن نفوق 12,000 دجاجة. وقالت يا جماعة في إجراءات لعمليات رقابة دورية على كافة المزارع للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة. بأن التجار جشعين وجدوا أن الشائعة الأولى دي لم تحقق أي ردود فعل، قاموا بإشاعة أخبار تانية كاذبة برضو حوالين الدواجن، بس هذه المرة قالوا خلي بالكو في أنباء عن فساد المادة الفعالة للأمصال واللقاحات المستخدمة في تحصين الدواجن من الفيروسات، ولمحوا من بعيد ان الامصال دي ممكن تصيب اللي هياكل الدواجن بالامراض. وزارة الزراعة بسرعة قالت يا جماعة لا صحة على الاطلاق لاستخدام امصال فاسدة في تحصين الدواجن، ويا جماعة خلي بالكو ان جميع اللقاحات سواء المحلية او المستوردة المستخدمة في تحصين الدواجن بتخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية بالدولة. أكثر المواد الغذائية اللي بيتم استخدامها في رمضان هو السكر، لأن انتوا عارفين رمضان يعني حلويات. التجار بقى أشاعوا أن سعر السكر التمويني بالمنافس التموينية والمجمعات الاستهلاكية سوف يرتفع. طب هي العملية ناقصة يا وزارة التموين والتجارة؟ ده كلام ده صحيح. قالت يا جماعة لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر، ومش كده بس، أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وإن الأسعار بجميع المنافس كما هي دون أي زيادات. لجان الإلكترونية للجماعات الإرهابية لقت في الأخبار اللي كانت بتروجها الأسبوع اللي فات عن تحليل المخدرات ما جابتش نتيجة، واللي كانت بتقول إن الدولة بتوقف إجبارياً المواطنين في الشوارع عشان التحليل. الأسبوع ده قالت لا، تفننوا، بس التفنن ده بيبين مدى غبائهم، وقالوا لا، ده وزارة التضامن بتبحث دلوقتي صدور قانون يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له. وزارة التضامن قالت لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أي قرار أو قانون يسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، وقالت يا جماعة ريحوا دماغكم، القرار طالع من السيد الرئيس بالتحليل المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ده عشان صالح المواطن وصالح تقديم الخدمات بشكل أفضل. زواج الفنانة مي عز الدين من الفنان أحمد السعداني، ده مش المرة الأولى اللي بيتم إطلاق تلك الأخبار حوالين ارتباطهم، لا ده مرات عديدة، واللي بيزيد منها إن ولا أحمد ولا مي بيخرجوا بالرد على تلك الأخبار. بس أخيرا خرج علينا الفنان أحمد السعداني وقال
يا جماعه انا بحب رواد التواصل الاجتماعي، فمش عايز اخش معاهم في اي صدامات. مي عز الدين بالنسبه لي عشره عمر، اخت، اسرارنا مع بعض، والدتها مثل والدتي. اشاعات اشاعات اشاعات، حقيقه الشائعات. مش كل الاخبار المفبركه من فراغ، ولكن اللجان الالكترونيه عندها موهبه ضخمه جدا في استغلال جزء من الحقيقه وبناء اكذوبه عليها. هذا الاسبوع كانت الاكذوبه حوالين الفنانه الهام شاهين ودعمها للشيعة والتشيع، بعد ان تم تداول صور الفنانه الهام شاهين داخل ضريح الامام موسى القاسم في العراق. بس الحقيقه ان الفنانه هي اللي نشرت الصور دي بنفسها لتعرب عن حسن استقبال الشعب العراقي لها في بغداد. طب الجزء الحقيقه في هذا الخبر المفبرك ايه هو؟ الجزء الحقيقي ان الفنانة الهام شاهين فعلا كانت في العراق، ولكن بموجب دعوة من قبل وزارة الثقافة العراقية لتكريمها على مسرح بابل ضمن فعاليات مهرجان بابل للثقافة والفنون بدولة العراق. الفنانة الهام ما عرفت الكلام ده اصابها الذهول، قالت يا جماعة ده انا زيارتي كلها كانت يوم واحد، انا من يومها وانا حزينة جدا، بس حزني على المشاهد اللي شفتها من تأثير الحرب على الآثار العراقية اللي هدمت. الخبر الرياضي المفبرك هذا الأسبوع كان توقيع اللاعب محمود كهربا للنادي الأهلي، وده اللي خلى أحمد يحيى وكيل اللاعب بيخرج وبيقول يا جماعة كهربا لم يوقع للأهلي لأنه مرتبط بالأساس بتعاقد مع نادي الزمالك، وإن ما يتردد من شائعات الغرض منها التأثير بشكل سلبي على مسيرة نادي الزمالك. وفي النهاية أشكركم أعزائي المستمعين، وأتمنى لكم أسبوعا قادما خاليا من الشائعات. سبع إشاعات مع أحمد خير. إشاعات 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 إشاعات.